أن أشكر الأستاذ الدكتور بروفيسور راشد عيسى على حضوره وعلى حضور جميع الزملاء من صالون الفكر والثقافة والأهل والأحباء. مساء الخير مرة أخرى. أبدأ بأول قصيدة كتبتها من ديوان شرقية أنا، وهي بعنوان زهرة مشرقية. وهذه القصيدة تتحدث عن المرأة الشرقية وحقوقها. أقول أنا زهرة مشرقية خرافية برية، ولدت في الدنيا أحمل في جعبتي قضية، صرخة في ضوضاء الفكر ثائرة على من تربع عرش الظهورية. قد لا تعجب بعض الرجال. أنا موسوعة عطر إنسانية ولوحة قهر قرمزية، نعتوني بحلكة الكون الأنثوية، تهمتي أني امرأة شرقية، وجدت في الأقدار جنة فرح منسية. أنا امرأة شرقية، اسمي أنثى، عنواني منفى، خلقت أحمل وزر أوائل وحواء تنقصها السوية، طردتهم من الفردوس أورثتهم كل خطية. هكذا الأنثى في معاجم الشرق، غيمة زمن مقضية، مخلوقة عبثية إضافية، إن تنهدت أنفاسها حطمتها معاول القبلية. أنا رقم في دفتر الأحوال الشخصية، أنا رقم في دفتر الأحوال الشخصية. أبنائي محرومون من اسمي، من إرثي، من حضني، من الجنسية، وجريمتي أني أقارع شرهم وبلية. يسرقون ضوء نجمتي، يتربعون في أوتار حنجرتي، يصيرون حكمي، شهادتي، ومحكمتي، يخشون كسر سلاسل الحرية. بالعلم والوعي سأكسرها، وأنهي ذيول القبلية، وأعنون فصلا جديدا في مدخل الألفية. فهل باسم الشرف تحتمي الذكورة، وعلى مذبحهم أكون الضحية؟ من ديواني الشعري الثالث، هذه عن المرأة، وقد اخترت قصيدة من كل ثيم أو من كل عنوان أو فكرة، قصيدة عن الإنسانيات بعنوان مزامير السكون. تتحدث القصيدة عن يوميات والدة طفل فقير. تقول الوالدة: هل تبقت لي بعض ذكريات أجاملها من مزامير الفقر والعوز تجترح فجر السكون؟ تلكأ الفرح في الوصول إلينا، أضاع طريق خيمتنا، اختطفت البسمة من وجه أيقونة، طعنت الخاصرة بحربة، تنفجر أحلام البسطاء نبع خل يسد رمقهم كيلا ملبدا مغلفا بشجون. تعتقل الرحمة بأصفاد الحديد، مات العدل وارتمينا غرقا بالصديد، نشتهي ونشتري رفش المنون. أبناؤنا يتأرجحون أمامنا تعساء، يفتقدون الطفولة والرجاء، يلعبون بحبال الفاقة، تختصر المسافة إلى عيونهم البراقة، والوصول قاب قوسين أو أدنى من حمى الجنون.
كم حملنا المشاجب قدر قهرنا، أعرنا ظهرنا لنوائب الدهر، شربنا من ضحل ماء عكري، رقصنا واقتحمنا ساحات المجون، اشتكينا وشقينا وبكينا حظوظنا، من ترى يصغي لصوتنا المدفون؟ من ترى يترافع عنا مأخوذا بقضيتنا، يتنازل طوعا عن دفء سريره الميمون، يعيد كرامتنا من قبضة البطش والتوغل، ينهض ميت فكرنا المطعون. نتهادى برداء البر والطهر والاحتجاج، نغض البصر عن كرامة المحتاج، نبيع بزغ الغصون، نهشنا لحم أخينا وبعنا قميص يوسف، أترى ورثنا خطية آدم وسقطته، ابتلعنا دهاء حواء وشربنا سحر مكرها الملعون، فقأنا مقل بريء العيون، بربكم أخبروني من نكون. القصيدة الرابعة وجدانيات، وأعتقد أن الكثير يحب أن يستمع إلى الوجدانيات والغزل. سرقة قبلات ليلى. التقينا عند باب البحر والصبا طيف، ناعس الوجنات واللفتات، أختصر من القصيدة، ناعس الوجنات واللفتات، سرقنا تراتيل المنى نجمعها أغنيات، بسكة الوصل ونهدات القمر، تبادلنا برفرفة العيون عبارات، تصلبنا كلوحات على الجدران، تسمرنا عتيق صور، أنبقى أسرى قيودنا، نشد أزر انكماشنا، والقول باسم الحب لن يندثر، غرس عينيه بلحمي والنظرة رمح، قيس يهدئ روع ليلى إذا داهمها طرف خطر، شد خصري وفي العينين شغب، يطعم جوعي روايات، يفيد بأني لغة المقل، وحقل يملأ السلال ثمر، يدعي أني أن أجمل القبلات ما تسرق، يدعي أن أجمل القبلات ما تسرق، إن هب عطري بيوم ربيع تحرك زهر الشجر، وأني فوهة بركان دائم الثوران، حمم بعاتات، إن خير بين النجوم وبين القمر، أضاع درب المقر، صعب أن يجمع بيني وبين القمر. اعتذر مني والرأس مال منسحبا، مبررا أني أنا والكأس نحاصر قدح الفكر، ويلي من بقايا الراح تغزو شفاهي، أهو من احتسى وأنا من به سكر. وطنيات، آخر قصيدة، آخر قصيدة، هذه القصيدة مهداة إلى أبنائنا في فلسطين تحت الاحتلال، حفاة عراة بلا وطن، حفاة عراة بلا وطن، صرخة من الشباب العربي الفلسطيني المهجر إلى الضمير العربي. على باب الحفل وقفنا غرباء، ننتظر التصريح المبجل، حفاة عراة بلا عنوان، نسير بباحة أرض أكلتها الأحزان، لم يتركوا لنا سوى بضعة أمتار،
يختنق الورد بين الشوك ويذبل، عند الحواجز يلتمع المنجل، تبكي أوراق العبور بيد الجزار. مللت الوقوف مهزوما أستجدي استغاثة بعد قداس الليل وآذان النهار. من يمد يدي، من يد تمدني بحفنة قمح أو مال أسود ورداء لبسه الطغاة قبلي، ممزق نتن موحش بال، واليد الأخرى تزرع في الظهر الخنجر لف بأغصان الورد وأوراق الغار. يا بلدا صارت لعب أطفاله بندقية، وصارت هداياهم مقلاعا وأحجار. أضحت نساؤه مصنع أبطال، تبني وتعلم حر الرجال، ترضعهم أن كل الأرض لهم بلا تقسيم ولا اختزال. شكرا. شكرا لكم.